سياسي علي محمد ورنعادة أو يستغل كل سوغان دالك أستراليا تلفيشنك بلشا كل صحي راخدك تلفونك أي واحد أستاذك وغسورتي استيسافير الدولة دا صومالي وصومك عودة ودا هدالة دا صومالي لاني صوماليا أنباس التوركنا عصوب أي هروا وحوها صفيرك دالك التوركيك الدولة دا صوماليا علي محمد ورنعادة أو غورين بان ويديي واحد وغسورتي تدي صفيرك سو عصوب أي أي جوابي وآديات بادر معتصان تهاي بلشا تيفي توركيكو رنتي والدولد وينو دا كم دا دولدها الدنيان يجيسك أفريقيا، وحد سمو دائن شك بدن ومحوها يك وكم موضوع وأي كذا من كم بحكران ومدر هير سوماليان سيد لحد حد نمدي سيستجيو النجا هي سوماليا ونحن نقول نقره ويو وحد وقت هاي مدر إن محوها هاي وده هذا لذا سومالي لاند هي سوماليا كسعودين وده كتركيا مدد دار رنتيان وحن ماركا إنو دبن دابية فربضان إيو الشرق والله بضان أي كل عين أو مدر هير سومان لاند أو محو هاي دولة دا تركي وقعان الدحكا أحين وضا هذا الذي أي مرتي قلني سي إيو دا أو رنتي آنو أركي مدى اللباد إنو مدد دار أو هلكا وضا هذا الذي كسعودين إنو قد دار أما قد مدو إنو قليان عالم كي دوني دا أي نقا قريين أرين ترنتي دي لسوق هذا كنا وحويان هل أرين باك الصوب حي وده هذا اللي أنتي سومالي سومالي اللي يكوش ريان تركيا وحي هيد أرين تمامركا محوه هودة أرين تانا واحد لسه عطانا هنا محوه هاي دولة الصومالية يكوك عن سيدة تركيا وأرين تانا واحد لو حكفلي أنا تشرين هالشيء كان لقى بحي طلبات وحويان تركيا دي سومالي لاند هي سوماليا مركز لأغورنتي دولدي عثمانية دو حاي إن آد محو هاي إن أي وسوه الرئيسي أي وحوين كقواتي دالك سومالي لان وحانا رنتي آد وقم موضة سومالي لان خاصان لك حيبها رادكي أي كتاين دولدي عثمانية انت وموتشنا يا إن دولدي سومالي لان ومدى سومالي لان دي دولدي عثمانية أي حرير بالغالان لهايان وقتية داهوري وحان موقتا ما انت راد كي اي كتاقين عثمانيين تو انو سي بابا ايو ورنتي اي محو هاي دولد تركي و اي آدي اد وقل درهيزتي ان اي تاريخ داد دي بصور نوليسو يدو اي نو اقن هاي ان وحبادان اي كاقبتاي ومدى صومالة اي وحبادان قبتاي كلا تلاباد دو وحي وحيو بهين امناد تركي وحكو بحيا وحبضان دولدي لسكو رينشري اما صومالا لين ودرينشري اينو كلا بحني دقارة بضان بوسيا ان هاسي الشيء سومالي لاند إلا إمكا وحدة قارة أولا تابان كارو وحتى سكدو وكو عاوية سوماليا انو وعدالة فرو إنك إيا سومالي لاند إيا سوماليا وكو فاشلمي وحانا موقتينا وحتى سكدي وعدالة كم هو هاي وكسي مكروا هاي مركان وحان أدو بعيد سنية الدولة التركية سكدي أي بحنا يسيك عدالة من كري ودي هرماركي صدقات دي أي ضدك مساكين تي صومال دا أي وقيبني سيدا أوغا محو هاي عدالة فريق كرو أرين مصيري وما انت صومال لان يصومالي مير أدك التاقين إنو كبر يرو إنو مددي هرنو أغيد ما انت إنو يساقو وقتي قاد دير سولمي inu maantana yiraahdo waxaan soo magacaabayaa muxuu ahaay ergey gaar ah aniga waxa tahay arin lagu qoslay inay tahay waxaan leeyahay muumin laba goor god laga ma wada qaniino arintaas waa arin runtii in aad looga fiirsado u baahan talabaad geeskan aynu joogno iyo muxuu ahaay siyaasada maanta ka jirta geeska afrika inagu haddii reer Soomaaliyeed waxaan ku nahay albaabka laga galayo marinka la yiraahdo baab al-mandab oruntii ay Turkiga iyo si weyn isugu hayaan iyo muxuu ahaay dowladaha khaliijka arintaas oo runtii aad aragto in uu ka socdo muxuu ahaay dagaal culus oo dhinaca military iyo dhinaca siyaasadeed bale Turkiga waxa la socotaa inuu ka sameeyay qaacidadii ugu weynay dalalka dibadda uu ku leeyahay Soomaaliya ama Muqdisho uu ka sameeyay arintaasoo u muuqata Turkigu isagoo ogsoon inaynu Soomaaliya isku hayno waxyaabo badan iyo arrimo badan oo masiiriya inuu haddana halkaa lafteeda cadaalad darro ballaaran iyo xaq iska sameeyay oo saddexdii biloodba uu Soomaaliya u soo saaro ciidan fara badan
iyo hub fara badanna uu ku soo daldalayo isaga oo muxuu ahaay og inaynu Soomaaliya ama maamulka Soomaaliya ka jira maanta ee uu farmaajo madaxda ka yahay inaynu sahayno inuu maamulka xoojinayo military iyo siyaasad ahaan. Marka sidaa awgeed anigu ma arko inuu dhex ka noqon karo cadaaladda iyo wadahadalka muxuu ahaay u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland. Ani waxaan ula halkiisa waxaa kaga haboon maanta Imaaraadka oo kale ama Sacuudiga oo kale inay galaan baran lahaa. sidoo kale mara wax ka weydiiyey Cali Maxamed Raacade saameynta ay Soomaaliland ku yeelanayso haddii ay ka soo horjeedato safiirkaasi cusub, ayaa waxa ugu jawaabay hoyo Soomaaliland iyada awoodda leh muxuu ahaay wadahadalka iyo ciddii ay muxuu ahaay raalli ka tahay ay u dhiibanayso iyada saygeeda iyo muxuu ahaay kelmadeedaba leh. marka cid khasbi karaysa Soomaaliland ma jirto in lagu khasbo cidaanay doonaynin inuu soo galo. laakiin dee Turkigu isaga runtii isdhigay shilalka iminka uu yaalo marka waxa weeyaan runtii waa arrin in aad moodo inuu ka baaqday isaga oo danihiisa faraha badan muxuu ahaay kaga xilan gobolka ka eegaya. runtiina waa arrin ballaaran baan anigu arkaa arrintaasoo kabsan ballaaran arrinta Soomaaliland iyo Soomaaliya keliya oo arrin khuseysa khaliijka carabta iyo dagaalka ka dhexeeya Turkiga iyo dowladaha carabta sida khaasan khaliijka ee aynu inaguna gacan saarka leenahay. marka waxaad moodaa colaad halkaasi inay ku jirto Turkiga ayaan ku filayaa. marka haba yaraatee wax siyaasadeenna uu ku yeelan karo oo taasiri ma jirto arrimaha dibadda. Luqmaan Maxamed Farax, Bulsho TV, Hargeysa.